دولة الأغالبة. الأغالبة هم سلالة عربية حكمت في إفريقيا شرق الجزائر، تونس، غرب ليبيا، مع جنوب إيطاليا وصقلية من سنة 184 إلى سنة 296 هجرية، وكانت عاصمتهم القيروان. تنتسب هذه السلالة إلى الأغلب بن سالم بن عقال التميمي الذي كان قائداً لجيش العباسيين، ثم أصبح ابنه إبراهيم والياً على إفريقيا من طرف هارون الرشيد، ثم استقل بالأمر بعد أن حول العباسيون اهتمامهم إلى المشرق. عرفت دولة الأغالبة أثناء عهدها الأول عدة ثورات قاد أغلبها دعاة من البربر، ثم استقر أمر الدولة في عهد عبد الله بن إبراهيم وزيادة الله بن إبراهيم، وبلغت أوج قوتها. ابتداء من العام 212 للهجرة غزا الأغالبة صقلية، ثم استولوا على مدينة باري في إيطاليا، واجتاحوا روما ونهبوها، ثم انسحبوا منها، ثم غزوا مالطا. بلغت قوة الأغالبة حداً كانت معه كل الدول على ساحل إيطاليا تدفع لهم الجزية. أما داخلياً فكان الأغالبة في صراع دائم مع الثورات ذات الطابع الديني كالخوارج، أو بدوافع من العصبية كالبربر. بدأت مرحلة الأفول أثناء عهد إبراهيم بن أحمد، وفيها تم فقدان بعض المناطق لصالح البيزنطيين والبولونيين، ثم تمردت بعض القبائل على الحكم الأغلبي. انتهت دولة الأغالبة على يد الفاطميين. وكان آخر ملوكهم أبو مضر زيادة الله الثالث بن عبد الله، بعد أن دامت دولتهم 109 سنوات.